وكل المقاييس ناجحه. حضور سيدي سمو الشيخ خالد محمد بن زايد وتتويج الأبناء وتواجده وقت طويل في هذه البطولة، هذا دليل أن قيادتنا اليوم مهتمة بأولادها وبناتها اللي هم مستقبل دولة الإمارات. هذه اللعبة لعبة جميلة جدا، توحي للآلف وتعطي انطباع للأسرة تواجدها ووجودها مع أولادها وبناتها. هذا أكبر دليل أن نحن في اتحاد الإمارات للجيجيتسو أن نحن كأسرة نعمل كأسرة. نجاحنا نجاح الأسرة، نجاح البيت، نجاح التعليم اللي هم المدرسين، المدراء، الرعاة، هاي كلها عوامل نجاح. نحن مكملين لهذه المنظومة. نحن كاتحاد طبعا بوجود اخواني اعضاء مجلس اداره وبرئاسه اخوي عبد المنعم الهاشمي، الاخوات الموجودين في الاتحاد، نسعى دائما لتحقيق بصمه تكون ان شاء الله فيها لبنه للمستقبل. البطوله بحد ذاتها توزيعها الجغرافي اليوم يعطي الاسر انهم يكونوا قريبين للعبه. معظم اللي حضروا البطوله الاسر واول مره يحضرون يقولون نحن ما توقعنا هذا التنظيم الباهر، ما توقعنا في هذه الدقة. اليوم يقولون نحن عيالنا نبغى ينخرطون بهذه اللعبة، ومن خلال تواجدهم وقربهم للاعيبة الصغار لمسوا فيهم الاحترام والأخلاق يعني الشخصية اللي فيها الثقة. نحن اليوم نبغى من عيالنا أنهم يكونون أصحاب ثقة، قياديين، عندهم الأسلوب في الحياة. اليوم الجيجيتسو تعطيك جميع هذه الانطباعات. اليوم صحة الأولاد والبنات اللي عندنا كلاعبين تلاقيهم محافظين على نفسهم، ينزل الوزن، ما يأكل الأكلات السريعة، محافظ على نومه، تعليمه، وقت الدراسة، هاي كلها فوائد. الحمد لله يعني نحن في هذه اللعبة نتمنى أن نقدم شيء لدولة الإمارات للجيل القادم إن شاء الله. نحن اليوم في إمارة الفجيرة في جولتنا الرابعة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. اليوم اللي مشاركين طبعا على 3 أيام 2200 لاعب ولاعبة طبعا على النقاط. هذه البطولات ما شاء الله يعني كيف أهميتها وأهمية الجوائز اللي فيها حق اللاعبين وأيضا النقاط اللي هم بيحصلونها. إن شاء الله في ديسمبر بتكون الجولة الأخيرة الخامسة اللي فيه بتكون في عاصمتنا عاصمة الجدس وفي أبوظبي. طبعا سر النجاح طبعا أول شيء اللي عندنا اللعيبة كيف مواظبين على التمرين وحضورهم طال عمرك والمشاركات أكثر شيء الأكاديميات. اليوم نحن اليوم نقول نوصل الأكاديميات على مستوى أبوظبي والشارجة والعين ودبي، مشاركات كثيرة اليوم تقريبا 40 أكاديمية عندنا يلعبون ب 2200 لاعب ولاعبة. فهذه مشاركاتهم، حبهم للعيبة، تنافسهم الشريف في اللعبة، كيف حبوا الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه اللعبة. طبعا كان بدايتها بفضل توجيهات القيادة العليا لأهمية هاي ونشر اللعبة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم ما شاء الله يعني الأعداد اللي موجودة وتمارس اللعبة في كل بيت. بنبدأ إن شاء الله في أول السنة بالبطولة الجديدة اللي بتكون أيضا عندنا يعني بتكون في العين بعد هاي الجولة تقريبا السادسة. ومش يعني سر النجاح هاي لا، طبعا كاتحاد الامارات بقياده اخوي عبد المنعم الهاشمي واعضاء الاتحاد والموظفين الاتحاد، يعني اليوم فريق عمل واحد، وايضا الانديه معانا والاكاديميات، فهذه سر النجاح اللي نحن كنا في اسره واحده اللي هي اسره الجوجيتسو. طبعا هذه الجوله الرابعه، الجوله الاولى كانت في عاصمتنا الحبيبة عاصمة الجوجيتسو، والجولة الثانية كانت في دبي والثالثة في الشارقة، واليوم بالفجيرة، وإن شاء الله في ديسمبر بيكون في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وبيكون النهائي إن شاء الله. هذه البطولة جديدة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، طبعا بيكون عليها إن شاء الله أكثر تنظيم وأكثر إن شاء الله توسع، وإن شاء الله فيها لها مفاجأة هذه البطولة. وهذه البطولة غالية علينا واسمها كبير علينا، وإن شاء الله من خلال تقييمنا لهذه البطولة ناجحة بكل المقاييس، شاهدة الأسر واللاعبين والأطفال. اليوم نحن فرحتنا في الأطفال، فرحتنا اللي هم يعني الطفل يوم يدخل اللي هو عمره 4 سنوات 5 سنوات ويحيي الجمهور ويحيي بعض ويحيي الحكم،
وعنده هاي الثقة ويطلع في البوديوم يعني التتويج، هذه كلها الحمد لله الزرع إن شاء الله بنحصده، الزرع إن شاء الله بيكون موجود ونحن مواصلين إن شاء الله، ونحن ما وصلنا بعدنا بداية الطريق وإن شاء الله الأمام إن شاء الله. النسخة الرابعة لبطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للتجسم، بطولة متميزة من كل النواحي، من ناحية الفنية، من ناحية الجماهير، من ناحية اللاعبين، من ناحية تواجد أولياء الأمور مع أبنائهم، هذا بحد ذاته يعني يعطي اهتمام للبطولة وقوة البطولة. اليوم نلاحظ نحن الأندية كلها تنافس لهذا الكأس، يعتبر هذا الكأس من الكؤوس الغالي صراحة، والكل ينافس اليوم الحمد لله كنادي الشرق رياضات الدفاع عن النفس. نقول احنا حسب الموضوع في بدون بدلة، وان شاء الله نحن بعد نطمح بالبدلة ان شاء الله. اليوم تعرفت لعبة الجيجيسو لعبة مش عادية، نحن نقول عنها لعبة لها دعم وتوجيه من حكومتنا الرشيدة، تواجدها اليوم هذه اللعبة في جميع نقول احنا في الدوائر الحكومية، في الخدمة الوطنية، في المدارس، هذا يعني يعمل إلى نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس، وخاصة اليوم احنا إمارة الشارقة بدعم من سيدي صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله للرياضة بشكل عام، ومكرمة سموه يعني حافز كبير لاستمرارية أبناء في استمرارية الرياضة وخاصة رياضة الجسو. يعني اليوم الحمد لله الأعداد كبيرة، نسبة اللاعبين المواطنين والمقيمين في نادي الشارقة رياضات الدفاع عن النفس نسبة كبيرة. في آخر يعني بطولة اللي هي النسخة الثالثة كان عدد المشاركين في إمارة الشارقة 1500 مشارك، يعني عدد ما شاء الله كبير. نتمنى نحن التوفيق للجميع، نتمنى يعني لجميع الأسر تشجيع أبنائهم لممارسة الرياضة. بطولة ما شاء الله تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وهاي النسخة الرابعة تحصل ومكان في الفجيرة، وزادنا تشريف حضور سمو الشيخ خالد بن محمد. وما شاء الله الأجواء مشاركات كبيرة، والشيوخ اليوم ما شاء الله شرفوا المكان، بالإضافة للعوائل موجودة في المكان ومشاركات فعالة، حركة رياضية في الإمارة. It is amazing. Nice to bring this big event, Khalid bin Mohammed bin Zayed tournament to another Emirates. You know, because this helped to Jiu-Jitsu grow in the whole country. You know, and the facilities, the points here, the stadium is very good. And what I've seen is many players from the North Emirates start to compete here. And inshallah they go around the country, because the idea of the tournament to go around of the country. Last weekend we have a qualifier, because the national team is going to compete the world in Greece at the end of October. And the Khalid bin Mohammed tournament was after that, after the qualifier that we have. And we see the players that pass in the qualifier. Most of them, like 99%, was in the podium and the first, second, and third place. And it's very good. We know that you're going to represent UAE there in Greece with the best players under 18, under 16, under 14. And inshallah, you bring a good result. Yeah, because the Khalid bin Mohammed tournament in Fujairah was, it is like 2 weeks before you go to Greece. And it's good to the fighters have one more adrenaline before the competition, challenge themselves, fight with a good players here. They have 3 or 4 fights, you know, during the day. It's a good journey. And alhamdulillah, no one hurt. Everybody's a safety, everybody's strong, and they're gonna is help them to come strong mentality for the round, the Greece, the awards in Greece, and 26, 27, 28 October in Greece. احنا كفريق نادي العين حاطين عيننا على البطولة هاي، ونحن متصدرينها من الجولة الأولى، وشاركنا البطولة هاي ب 250 لاعب. فأعتقد أن احنا عدينا كل العدة الجولة هاي بانتظار الجولة الأخيرة، ونترى النتائج النهائية. للحين احنا متصدرين على حسب الريكورد اللي ظاهر بالويب سايت،
وان شاء الله تستمر لين اخر يعني الجوله هذه. بعد ما نخلص الجوله هاي نشوف النتيجه اللي هي بتطلع بالنهايه، وان شاء الله نكمل عليه في الجوله الاخيره انه بنشارك بعدد اكبر عن 250 لاعب من مدينه العين ان شاء الله، ويمثلون نادي العين طبعا. وبالعكس البطوله اخذت طابع ممتاز صراحه، انك انت تقيمها في كذا مدينه، هاي الشيء ساعد نشر اللعبه ونشر ثقافه اللعبه هذه، وما شاء الله شفنا اقبال كبير من المواطنين بالذات للعبة هاي بالإضافة للمقيمين، وشيء يدعو يعني بشر بالخير أن القاعدة كبيرة ما زالت كبيرة وفي الزيادة إن شاء الله. مشاركتنا بطولة الفجيرة طلعنا بأكثر من 130 لاعب، اليوم الثالث الحمد لله، كسرنا 90 ميدالية وإن شاء الله على 100. طبعا احنا شاركنا بطولات كثير من ابو ظبي للشارقه لكل الامارات اللي تنظم فيها الاتحاد البطولات، بس بطوله الفجيره مميزه شوي بالنسبه لنا احنا، ارضنا وجمهورنا. التنظيم ما شاء الله زي العاده، الاتحاد ما يقصر، تنظيم جدا ممتاز، الحكام جدا ممتازين، الجمهور والجو الاتموسفير اللي هنا كثير ممتاز، حفز اللعيبه انهم يعطوا اكثر وانهم يستمروا في الرياضه. بالنسبة لبطولة الشيخ خالد محمد بن زايد، البطولة يعني ظهرت مستوى الجوجيتسو الإماراتي بشكل أقوى، لأن البطولة سمحت أن يكون في منافسات أكتر، وده إدى فرصة للمنافسين أن هم يظهروا المهارات بتاعتهم. فالبطولة أضافت للجوجيتسو، خلت اللاعبين عندهم حماس أن هو يكون مطلع أنه يقدم أفضل ما عنده. بالنسبة للجولات الماضية، أنا شايف أن كل جولة بيكون فيها المنافسات أقوى، وكل ما بنقرب من النهاية كل الأندية بتطلع أفضل ما عندهم، وده يعني بيظهر مدى قوة الجوجيتسو في الإمارات. وإحنا في نادي الشرقة الحمد لله ما زلنا متصدرين المشهد، وده بدعم من الشيخ سلطان القسمي وبتوجيهات سعادة أحمد العويس رئيس مجلس إدارة النادي، دايما بيتابع التطورات في النادي، وده بيدل على اجتهاد فريق العمل والتعاون المشترك، ان الرياضه منتشره في الامارات الشرقه بشكل قوي، ونادي الشرقه لرياضه الدفاع عن النفس متصدر المشهد في البطولات. In this tournament, in this edition, round number 4 of Khaled bin Muhammad, we brought 220 students in the total represent our club. And we are doing our best to try bring the best results we can in the format of this competition. I believe that not only the fourth edition, but our whole competition is incredible, amazing in one term. It's giving a spot for the kids, the youth, to which one is necessary to build the new generation, which one coming next. So in these terms, I believe this is amazing competition to give like a one goal, which one was missing, by the way, in the UA Jiu-Jitsu project. Events with like a good one, good format to give a good spot to make the athletes in this age showcase the jiu-jitsu and their progress. Today you bring around 30 players. Someone good get a lot of gold. You are training hard for that. Every day the kids are training from 5 to 8, 9 p.m. every day. So you're ready for the competition. This competition is amazing. A great structure, everything so organized. Mabruk for everyone did this competition get bigger and bigger. The kids are improving a lot. You can see the evolution for the athletes. Like I can say for my kids also. Like I think that the kids here in the country is getting better and better. And let's wait for the next round, the 50 round. How good so far. So we had around 40 athletes between U16, U14, U18. We had some girls as well. For the girls, we had a big team. More 40 is just for the men, what I'm handling right now. But overall, we are doing a good job. We're trying to evolve a lot. The guys has been training a lot for this tournament, and we've been a good way for the World Pro as well. So I think overall, we had a good results. For this last day, I guess we had more than 10 medals. Yeah, today was good. Friday was better. But overall, the guys did a good job. I'm happy for that. Of course, the level was very high. We can find players from all around the UAE, even from abroad. And then, I think the kids' level, they're growing a lot. They're fighting like an adult. They give me some headache as well during the training. The level is very high.
الحمد لله قدرت اني احصد امس على الميدالية الذهبية ببطولة خالد محمد بن زايد. اليوم انا متواجدة عسبني اشجع اختي غلاء واتمنى ان هي تاخذ الاول، لان النسخة اللي طافت اخذت الاول، واتمنى ان هي تستمر تاخذ الاول هالبطولة باذن الله. التنظيم والبطولة هاي وايد حلوة، هاي البطولة بالعكس واحدة من اهم البطولات واعز البطولات في قلبنا من سبت ان هي تحمل اسم الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. طبعا نحن عندنا جدول عسبنا احنا ننظم فيه يعني تدريباتنا مع دراستنا، نحاول نحن نخلص في فترة الدراسة، نحاول نحن نخلص في فترة المدرسة كل نحتاجه من بروجكتات من الدراسات من كل شيء، عقبها نحن ننتقل حق التمرين، لأن كل شيء يكون عنده وقته. مثلا إذا كان عندنا امتحان نحن نضطر إن نحن يعني ندرس حقه، نخلص نحن من امتحان من تدريب، عقبها نسير في السيارة نحن نبدي ندرس لين ما نوصل البيت. فمن هالسوا بالعكس هذا روتين يومي وأسلوب حياة نحن ماشيين عليه، والحمد لله هالشيء ما قدر إنه يوقفنا إن نكون نحن الأوائل في الرياضة وفي الدراسة. أنصحهم يلعبون هاللعبة لأن هي وايد تساعد إن تنظم حياتهم، تساعدهم كيف إنهم يكون عندهم إدارة للوقت، تساعدهم على الصبر وعلى تحمل مسؤولية، وبعد ان تخليهم بعد يكونون يعني يكون عندهم ثقه بالنفس اكثر. فانا انصح اي حد بعمري انه يشارك هالرياضه، وتكون هو هاي الرياضه يعني لان هالرياضه تكون اسلوب حياه تنعكس حتى في يعني على المجتمع، وتنعكس بعد على الحياه الشخصيه. فانا انصح اي حد هو حاب انه يبدي رياضه خليه يبدي في هالرياضه. It was an amazing competition. I had really tough fights. My second fight against Jasim from Sharjah, very tough opponent. He won me, beat me in the previous competition. So today I got the better of him, but very tough fighter. Khamis as well in the final, very tough opponent. And I'm very happy to play with these guys because they are very tough and it motivates me to keep training. So when I lose to them, I'm never sad. I'm just motivated to come back and hope for my turn. Today was my turn. I beat the very tough bracket. And my hard work paid off with my coach Gabriel Figueroa from Awahda, my father, my mother, everyone supporting me. طبعا هاي من اهم البطولات اللي نحن نشارك فيها، ودوم نحن نطمح للاول. وطبعا هالجولد ما يب سهوله، يبعد تدريبات ويبعد مخططات معانا ومع التيم، وهذا مش انجازي بروحي، انجازي انا والفريق. الفرق ان احس تغيير المكان يلعب دور، نحن متعودين دائما نتبارى في ابو ظبي، فيوم غيرنا المكان احس شوي الشعور تغير، يعني احس اني في مكان جديد كانه في بلاد جديده. ها كان دافع انه يخليني ان انا وين ما أروح أنا دائما أبى أثبت نفسي وأجيب الأول. بدايتي في الجيجيتسو كانت سيئة شوي، كنت كل ما أدش بطولة أخسر أخسر أخسر، لولا الله ثم أخوي خماس وحمد وأبوي كان إحنا أنا ما وصلت في هالمستوى. ما شاء الله يقوي شخصيته، يقوي القدرات القيادية عنده ما شاء الله. من أول ما دخل على طول شفته تحسن تقريبا بنسبة 90%، صار شخصية واثقة من نفسها، قيادية، عنده قدرة التحمل ما شاء الله. أول مرة كان متردد، كان في عدم ثقة، كان في خوف شوية من الألم، لكن تقريبا بعد تكلم عن 7 إلى 8 جولات الأول جولات تدريبية، بالعكس خذ حب الرياضة جدا، حب الرياضة وهو اللي متحمس عليها أكثر عنها. قدمت له في نادي الفجيرة الفجيرة القتالية، واتصلوا بينا، تواصلوا معنا عن طريق الإيميل، كشف طبي الأول وبعد كده بقلق اتدرب معهم، ودي تاني بطولة دي. والله حاسس إن هي مناسبة لسنه شوية وفيها أمل أكتر، يعني فيها أمل أكتر من الألعاب التانية. هو الكابتن صراحة بطولة كويسين جدا جدا، وبحب أشكر كابتن عمر لأنه هو الأولاد كلها بتحبه، يعني هو مأثر عليهم جدا، فهو بيروح عاوز يروح تمرين كل يوم، يعني حتى لو حد زعله أو حاجة يقول لك أنا هقول الكابتن عمر. والله اللعبة هذه تعطيك ثقة بنفسك أكثر، وإنك يعني ولعبة مثل ما تقول فيها تحدي، فيها إثارة، وهي حابة اللعبة هذه جدا، معنوياتها مرتفعة، ويوميا تقول لي ودني أبلعب أبلعب، يعني حتى يوم ترجع من التمرين تبى ترد مرة ثانية تروح تتمرن مرة ثانية وتلعب، لأن اللعب كله يكون تقريبا التمرين يكون الساعة 4 العصر، فتوافي إن شاء الله توصل هي يمكن 1 الظهر من المدرسة، يمدي لها تريح عقب تصير تلعب وترد بعدين تذاكر وتكمل يومها، لأن هي شاركت في البطولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة،
في كل بطولات هي مشاركة الحمد لله ودائما فايزة بالأول. كانوا في البيت ما شاء الله على الدافع الصغارية الفترة هذه يعني مع يعني تخلي في فترة الكورونا في البيت قاموا ضربوا بعض طاقة أنت بعرف وقالوا ليش نصحون شباب قاعد جيتسو وأنا لعب جيتسو ما فكرت فيها قبل لكن أنت دخلت جيتسو الحمد لله البيت استوى هدوء يعني يعلمهم انضباطية ما تقول ثقة في النفس ثقة عالية يعني سبحان الله وتوازن وحتى الحفاظ على الوزن يعني ما مستحيل تشوف ولد متين اسبوعين بالكثير ثلاث اسابيع يرجع وزني مره ثانيه عشان يدخل فايت يعني الحمد لله في كل النواحي يعني الحمد لله ممتاز احسن لعبه صراحه شفتها حق الاولاد بعدين ما في امر محدد مفتوح 30 40 50 يلعب ما في مشكله ما شاء الله بطوله وايد وايد زينه منظمه جدا 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 ممتازه يعني الناس والاداريين وحتى في توزيع الميداليات بعد في تنظيم يعني مش نفس يسوون الادمه طبعا الاول بدون منازع لكن هني يعني نفس الشيء يعني تقول تقريبا تقدر تقول الثاني انا امس عندي واحد لعب واليوم لعبوا الاثنين وفي واحد بيلعب الساعه 2 ان شاء الله الساعه 2 الظهر وفي اثنين بيلعبوا مباشر كلهم عيالي كلهم الجزء كلهم البيت كامل انا بس باقي اللمات ما شاء الله بطوله منظمه وزينه ما شاء الله والاماكن متوفره وكل شيء متوفر الحمد لله اليوم انا عندي ولدي شارك في فايتين وفاز بذهبيه الحمد لله والله هي رياضه زينه تقوي الشخصيه اول شيء ولياقه وزينه حق الصحه ويعني الحمد لله تقوي شخصيه الطفل مثل ما يقولون صراحة حالياً اللي أنا أشوفه أن هذه الرياضة تنمي عند الأطفال المسؤولية تخليهم هم يحسون أنه يعني في إنجاز من وراء هذا تحس أنهم عندهم حس المسؤولية بالفعل يعني غير شيء تغير في سلوكهم حتى أنا لاحظت أنه حتى سلوكه تغير عنده في وقت فراغه في شيء يعمله يعني في شيء يعني يحاول يجتهد أنه يوصل له فهذا اللي خلاني أنا أختار الجيتسو والله الحمد لله أي من المدرسة الساعة 1 نخلي شوي يرتاح ينام بعدين نروح النادي من الساعة 5 للساعة 7 والله صراحة أجواء حماسية البطولة يعني نايلة اهتمام من القادة تنظيم الحضور فأنا وايد سعيدة أني خليتي شارك في هالبطولة قبل ما أدي جيتسو يعني الناس يلعبون فقلت أبا أدش أجرب فلما جربت حبيت ويعني من أول بطولة لي قمت أجيب ميداليات فخلاص قلت إن أنا مستقبلي في الجيتسو أنا شفتها هي دخلت فأنا دخلت وياها فاستفدت وايد من هالشيء وأنا نفسهم شفت خواتي الاثنين دشوا قلت بديش بجرب معهم يكون الدراسة من الساعة 7 لين 3 عقب التمرين من الساعة 5 لين 8:30 جيتسو هو لأن كل عائلة نلعبها يعني ونفس الوقت يعني ممتعة ودفاع عن نفسه يعني. أهم شيء أول شيء الدراسة لأن الهواية تي بعد الدراسة ثاني شيء جيزو ممتعة جدا عشان تين نلعبها والله الرياضة ما شاء الله انتشرت وإحنا بقالنا ما شاء الله من أول إخوات الكبار أكتر تقريبا دلوقتي من تقريبا 10 سنوات بإذن الله بيلعبوها والصغيرين كمان ابتدوا يلعبوا ما شاء الله دلوقتي ما شاء الله يعني أنا أعتقد بعد كده هتبقى الرياضة رقم واحد ما شاء الله الله أكبر انتشر بشكل واسع جدا وبقى ليها مستقبل الحمد لله يعني بقى ليها مستقبل ما شاء الله قدام هتبقى كتير جدا ان شاء الله رب العالمين طبعا شالت يعني الرياضه في حد ذاتها ما شاء الله بتشيل من عندهم لازم الواحد يطلع الطاقه اللي عنده فبالنسبه للرياضه دي كويسه جدا وبسم الله ما شاء الله الله اكبر مش مقصرين هنا في البلد يعني الموضوع كله بقى متاح وما شاء الله حاجه يعني ما شاء الله فخمه جدا يعني ما كناش متوقعين يعني بصراحه اول مره نيجي الفجيره بس في تنظيم وترتيب ما شاء الله غير متوقع يعني ما شاء الله نظام حلو جدا جدا ما شاء الله الله أكبر. بطولة عالمية الصراحة الأطفال يتشجعون أنهم يمارسون رياضة يومياً جدول يعني مرتب أساس يطورون من أعمارهم وفي حماس وفي منافسة البطل أخوه البطل الصغير حصل ميدالية ذهبية عبد الله حمد ومحمد الحين أخوه فاز في مباراة ثانية في المباراة هذه الأولى إن شاء الله يحصل بعد الذهبية وحصلوا ميداليات قبل وشاركوا في أبو ظبي وفي دبي في ما شاء الله البطولات متنوعة كثير والله رياضة فيها اهتمام كبير ويعني لا أعلم السوى من صاحب السمو رئيس الدولة وولي العهد والنواب كلهم فرياضة جميلة الصراحة وموجودة في كل النوادي مشاركتهم في البطولات يعني تنمي شخصيتهم هذا الجمهور الكبير اللي هم يشوفونه يومياً يعني يقوي يعطيهم الثقة ويعطيهم حافز وتشجيع
وهذه البطولات اصلا تعطيهم ثقه بنفسهم، فهذا هي يعني شيء جميل صراحه بالنسبه للاطفال. تهدي حق من بتعطيها الميداليه؟ حقي ولا حق من ولا حقك؟ حقي انا. بطل محمد عبد الله عمر 4 سنوات، فهذه بهذا العمر يعني في انجاز كبير انه يشارك في هذه البطولات. Yeah, we have like 275 kids today. He's amazing. He's playing very well. I saw the kids, they improve a lot. Each competition he comes more, growing more. This is amazing for us. It's a good result. Oh, this tournament is amazing. All kids expect about this competition because they give a lot of things for us. There is a lot of place. It's very nice. In my opinion, we stay together with the family. I saw with the parents stay more close with the boys. They stay together. They bring more parents. This one is amazing. All right. So throughout the weekend, we had almost 2,000 players competing. Here on the third day, we had nearly 500 players. It's been a very successful event. Over 300 medals given from athletes from 4 years old until 30 plus, from the white belt into the black belt. Everyone has had their fun. The level was nice. The competition was nice. The layout, the venue, all very nice. So the rankings for this round have had Alain come out on top with Charger Self-Defense in second place and Emma Dean third. However, for the overall ranking, we have Alain on top with Bunny Eyes in second place and Charger Self-Defense in the third place. Absolutely, the final round awards double the points from the previous two rounds, from the previous rounds. And the winner will definitely be decided on the final round. It's all on the table, so.